السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون الامور ديالكم كلها بخير وعلى خير. اليوم كيف وعدتكم غادي نقدم لكم رسمه جديده وخفيفه بالقرعه ديال البيتادين تحت طلب ديال الاخوات اللي يعجبهم النقش ديال الخفيف او النقش الصيفي العصري، بغاو المزيد من الرسمات الخفاف. انا غادي نقدم لكم رسمه خفيفه اليوم وزوينه بزاف وسهلة أيضا في التطبيق، يعني غادي تقدروا تطبقوها بكل سهولة بالاستعانة بهاد القنينة ديال البيتادين. الرسمة ديال اليوم أيضا بالكوتون تيج، يعني من النقش الهندي. بالنسبة لهاد الرسمة كنديرو دوائر كيف كتشوفوا، دوائر يكونوا صغار شوية وعلى حسب الحجم ديال اليد، واش كبيره بزاف اولا صغيره. يعني اذا كانت اليد كبيره غادي نديرو دوائر كبار شويه. انا متاكده ان الرسمه ديال اليوم غتطبقوها بكل سهوله وغادي تنجح معكم. حنا دابا في فصل الصيف، يعني كيعجبونا الرسمات يكونوا خفاف شويه وصيفيين. وكيف العادة إلى عجبكم الفيديو يصل أكبر عدد من اللايكات وبارتاجوه مع الأصدقاء والأحباب. مزيد من تشجيع القناة باش نزيدو بزاف ديال الرسمات آخرين اللي كيجيو تحت الطلب ديالكم. غادي نديرو في السبيعات هكا رشمة خفيفة في الفوق ديال الأصابع، يعني نشكل نفس دائرة على هكا. قلي وحضرت معكم ولا قدمت لكم بزاف ديال الرسمات خفاف وصيفيين زوينين بزاف. انا متاكده انكم الى شفتوهم غادي يعجبوكم وغادي تقدروا تطبقوهم بكل سهوله. يمكن لكم ترجعوا لهم في فيديوهات سابقه. كاين رسمات زوينين اخرين سهلين في المتناول، يعني المبتدئات غادي تقدروا تطبقوهم بكل سهوله. إلا عجبوكم هاد النوع ديال الرسمات الخفاف يمكن لكم تخليو ليا كومونتير في التعليق وقولوا ليا انكم بغيتوا مزيد من هاد الرسمات، انا غادي نقدمهم لكم. يعني اختاروا واش بغيتوا رسمات عامرين، يعني اللي تكون عامره ولا خفيفه، وانا غادي نبي الطلب ديالكم لان هاد الطلب تاع الرسمات الخفاف جاو تحت الطلب ديال الاخوات وانا قدمته لهم. يعني اي رسمه بغيتوها سواء عامره او خفيفه خليوها لي في التعليق، وانا باذن الله غادي نديرها لكم بكل صدر رحب. اذا وهذيك هي الرسمه ديالنا كيف كتشوفوا، جات زوينه بزاف وخفيفه وصيفيه. جات شبابيه، يعني بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هاد النقش خفيف بزاف والنقش شبابي فهذا راه زوين بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو، كنضرب لكم موعد جديد في فيديو قادم ان شاء الله. بالسلامه عليكم.